نعملكم مثال حقيقي للنمط تبع الليست اللي اخذناه اليوم. نضيف صفحة نسميها الأذكار. All أذكار. عربي انجليزي All أذكارز. يلا. أنا عامل كلاس قبل هيك، هي اسمها كلاس الأذكار. عامل كلاس اسمها أذكار. عامل كلاس اسمها ذكر. فيها سترنج الذكر وسترنج النوت. هات نكتبها يا دوي احنا من أول جديد. هات احنا نكتبها يا دوي. هذا نيو ايتم. كلاس. إيش نسميها هنا؟ ذكر. كلاس إيش اسمها؟ ذكر. مش حلوة بس يلا ها ذكر. احنا ضفنا صفحة اسمها ذكر. ها انت حكيت انك هاي كلاس ايش اسمها؟ كلاس اسمها ايش؟ الميديا اللي انت اخذناه امبارح بضيف فيه فيديو او صوت. ذكر بابليك كلاس ذكر. في خاصيتين اللي هم ايش؟ الذكر والنوت. الذكر يا جماعه والنوت. بابليك بروب تاب تاب. سترينج مين؟ شو بدك تجيبه؟ بدك اياه يعرض الذكر ولا ايش بدك اياه يسوي بالضبط؟ نعرضهم عندك، نعرضهم في لسته. بابليك كلاس ذكر ايش النوت؟ اي اسم الكلاس صح؟ ذكر ايش احنا نسميه؟ بس شوف بس ايش مسمي ذكره. يلا ذكره. دباك يا جماعه في الزامل مهم جدا هنا حاله الاحرف. فينا لو كتبنا بيكتشر اسمه ما بيظبطش. اذا كاتبينها كابيتال اذا كتب كابيتال تمام. هذا مهم جدا. انت كتبت ذكره لما نزلت ايش بدك تكتبها ذكره بالكابيتال بالضبط. مهم جدا بنسوها نسخ عشان بحب دائما النسخ. طيب نبدا نضيف ايش القيم. لان انا عملت نسيب هذه. نبدا نضيف القيم. سميناها ذكر. اسم الكلاس ايش؟ ذكر. سميها سمولر ذكر عشان ايش ننسخ هذا الكلام يكون جاهز. هذا كلهم اذكار الصباح اذكار المساء. اذكار الصباح اذكار المساء. هات ناخذ اذكار الصباح. ايش رايكم هنا بالمره ننشئ كلاس ونستدعي هناك فيها الليست. بابليك كلاس ليست اوف مين نسميها من عندي ليست اوف ذكر. انا هيك بنسمي كلاس زي هيك عادي. نحط فيها هذا دعم الكونستراكتور. بابليك مين ليست اوف ذكر. بنعبي القيم هنا مباشره. ايش نكتب هنا؟ ليست اوف مين يا جماعه؟ ذكر. الاي يساوي نيو ذكر. وايش نسميها؟ اي ال. اي ال خلاص. هي هنا ذكر ايش عامل؟ اكيد بقول لكم ذكر. انا مش حاط مش كاتب زي هيك. كتبت له زي هيك تمام. مش كاتب له زي هيك. انا عامل له ايش؟ كونستراكتور يا جماعه. عارفين كونستراكتور اخذناه. بابليك مين؟ ذكر. سترينج اي وسترينج مين؟ بي. ايش بده ياخذ؟ الذكر يساوي مين؟ اي والنوت يساوي مين؟ بي. خلاص يعني طيب في الاضافه اسهل نقعد نكتب وذ مباشره. حاضر حنعيد. عملت هنا كلاس فيها اثنين بابلز. وبدل ما اقول اكتب بين قوسين ويز واكتب النيم يساوي كذا عملت كونستراكتور عشان بعتهم مره واحده. انا عملت نيو ابعتهم. هلقيت هذا الايتم. هلقيت عملت كلاس ثانيه سميتها بدي اياه ليست اوف ذكر. ضفت فيها ليست وبدي اعملها بابليك. ها بابليك ليست اوف كذا. وفي الكونستراكتور تبع الكلاس هذه ضفت مين العناصر في الليسته. هذا هم
هذا في نهاية الكلاس تبعتك انها داتابيس، فصلت الكود عن البيج دود يعني. يعني بدي اجي في صفحة الاذكار، ايش في النود بدك اكتب له؟ فش ليست، انا ليست عملت هنا وريحت راسي. الليست يا جماعة عملت هنا، ايش بدك اكتب له؟ ضل الكلاس تبعها فقط. نكتب هنا ايش؟ حعيد كمان مرة اذا في خشوب ليست بوكس النيم ليست الاي عشانكم ما بترجعوش ليست الاي مثلا. وش نجي هنا نسمي؟ نقول له ايش سمينا احنا ذيك الكلاس؟ ليست اوف ايش؟ ذكر. ليست ذكر مين؟ اي يساوي نيو ليست ذكر. اي دوت ايش بنلاقي فيها؟ الاي ال اللي هي الليست تبعتنا، مش ضفنا فيها الليست ومنها بابليك. خلاص ايش نكتب له؟ الليست تبعتي ليست الاي ليست الاي هذه الليست تبعتنا ليست البوكس صح؟ ليست البوكس الاي اتم سورس يساوي مين؟ الاي دوت اي ال. مبروك. ضل ايش نعمل؟ الديزاين تبعها ايش نكتب؟ ليست بوكس دوت اتم تمبليت داتا تمبليت ايش عندنا؟ الذكر والنيت النيم صح؟ تكست بلوك مين؟ تكست يساوي بايندينج الذكر مشكل كابيتال. خلاص بدناش النوت بدنا ونعمله ايش؟ بدناش خليه هيك يا عمي مش لازم النوت فاضيه انا عندي فول سايز يساوي ايش؟ هي 30 35 ونقول له ايش كمان؟ عشان هلا حالها مارجن نحطها مثلا 10 عقلت بس هتيجي شمال يمين مش مشكله لانه هو انجليزي اساسا شايفين طوع عشان قاعد بحول في ببنيها في الداتا في الذاكره مش مشكله لا هو عشان كان نحسان صح هذا يا جماعة هاي قائمة الأذكار ممكن نكبر الخط طيب يا جماعة بنحط قبلها شرطة أو نجمة لا شوف علامة في البايندينج يا جماعة طلع في البايندينج في البايندينج وجينا على الخصائص هنا في البايندينج شايفين في التكست عملنا كده بايندينج هي بقول انت بايندينج مع الذكر تمام يعني احنا كتبنا هذا بايندنج مع الذكر طيب جينا تحت ايش بقولنا في حاجه اسمها الفورمات فاكرين فورمات الصفر ايش بنكتب له حط لنا شرطه وبعدها الصفر العنصر الاولاني هو فكما اخذنا سترينج دوت فورمات حطينا الصفر وكنا نحط النص شفت ايش بتلزم السترينج دوت فورمات كل مبنى على كله كل مبنى على كله نحط نجمه بدل هاي نجمه نجي هنا على الخصائص هي هو مكتبه هيك كتاب هي مكتبه هي هذه بس احنا بدناش نجي على هنا على البايندنج نقول له الفورمات نحط نجمه نجمه اقول نجمه نحط كمان عمود واقف مثلا بعدين ايش نقول له حط لنا هنا العنصر الصفر حط لنا اياه هنا تمام يا جماعة طيب نخبط خبطة فيها ممكن انا هذه الليست يا جماعة الليست هذه كلها حقيقة هذه عبارة عن كلاس وفيها ايش ليست لما قرأت ايش قلت له عرف لي كلاس وجيب لي الاي دوت اي ال بنفع هنا اقول له هذه يا جماعه نفس عباره عن مين؟ ليست اوف ذكر نفس الكلاس كلها عباره عن ايش يا جماعه؟ ليست اوف ذكر
طب ايش هكت كيف بدي اعمل؟ ايش بدي اقول له؟ بقول له ايه هجيتي نفس الليست، ايش بقول له؟ هي اد، هي اد، هي اد فيها اوتوماتيك بكون فيها اد. واضح يا جماعه؟ هجيت نفس الكلاس وث الليست، فهي الكلاس ايش بتصير؟ هي نفسها بتصير ليست، بكتب له اوتوماتيك بكون فيها ميثود اسمها اد. هجيت ايش استدعي بقول له؟ نفس الكلاس، خلاص جيب لي الكلاس نفسها، هي الكلاس نفسها هي الليست تبعتي. شوف الكود صار مال تبعه، هذا الشغل الصح. الكلاس تبعت نفس حولتها لايش؟ بدل ما اعرف فيها ليست، لا قلت لها اول في الليست، في صارت ليست. ف مش بكتب ال اي دوت اد، لا هجيت لي نفسها ال اي، فيها ال اي اد، قلت له هنا ايش؟ يساوي ايش؟ الاي نفسها النيو كذا. شايفين كيف الكلاس وهذا مرتبط كل مع بعضه؟ كل الشغل مرتبط مع بعضه. اوقف التسجيل بس جرب مهندس ابن العيد الكلام هذا كمان مره. طلع نعتبرهم نيوز، نيجي نضيف هنا ايش ايش كلاس ايش اسمها؟ نيوز كاتيجوري، نعقدها كاتيجوري نيوز كاتيجوريز كاتيجوريز كاتيجوري 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 بابليك كلاس من نيوز كاتيجوري ايش فيها؟ بروب تاب تاب انت الاي دي، وايش كمان؟ بروب تاب تاب سترينج التايتل. هي ايش نعمل؟ بابليك كلاس مين؟ نيوز كاتيجوريز ليست. هذا العنصر الواحد بتكرر، نحط هذا ايش؟ عباره عن ليست اوف مين؟ ليست اوف مين يا جماعه؟ نيوز كاتيجوري. ونعمل ايش؟ بابليك نيوز كاتيجوري، نعمل كونستراكتور صح ولا لا؟ نكتب له ايش؟ نفسه فيش ليست اد، ما هو في اد مين نيو نيوز كاتيجوري، نعمل له كونستراكتور ولا نكتب زي هيك؟ لا نكتب هيك ماشي، مش اسرع هيك بكل مره نكتبها نرتبها الشغل. نكتب هنا ايش؟ بابليك مين الشغل الصح صح نيوز كاتيجوري string int الاي، وايش كمان؟ string التي مثلا اي دي يساوي الاي والنيم والتايتل يساوي مين التي. حلو ايش نكتب له هنا؟ مثلا عام محلية العكس 1 فاصلة. حلو نخليهم ثلاث اقسام بدناش نحبكها، ودولية او سياسية مثلا، وش كمان؟ ثقافية. هاي ضفنا الاقسام، نضيف جدول ايش ثاني؟ اسمه الاخبار. بنفع يا جماعة في الكلاس نضيف الملف، نضيف اكثر من كلاس، شفتوا قبل هيك، هاي تضيف كلاس ثاني، الكلاس ايش اسمها؟ لا كلاس ثانية، بس انا مش دلاوي. لا كلاس ثانية بس بدل ما انشئ ملف عملتها في نفس الملف. ملوش دخل، مش كنا نكتب في نفس البيج في الصفحة كنا نكتب كلاس تحت؟ كلاس عادي، كلاس عادي كانك معملها في ملف مستقل. ايش اسمها؟ نيوز. نيوز ايتم عشان نميزها. ايش فيها يا جماعة؟ بروب تاب تاب ايش؟ انت مين؟ كاتيجوري صح ولا لا؟ كل خبر تابع لمين؟ لكاتيجوري له قسم، مثلا خبر كذا تابع لكاتيجوري رقم واحد. وش كمان عندنا الثاني؟ بروب تاب تاب مين؟ سترينج التايتل، وبروب تاب تاب سترينج مين؟ البيكتشر. خلصنا هذا الايتم. قد ايش نعمل كمان كلاس؟ فيها الاخبار الفعليه. اتفضل
فيش طريقة سهلة منها غلبة. طيب public class public class new ايش اسمها news خلاص all news all news او نيوز ليست نيوز ليست نيوز ليست ايش بتورث مين؟ ليست مي اوف مين؟ ليست اوف مين؟ نيوز ايتم بروب تاب تاب فيش بروب قصدي نعمل كونستراكتور بابليك مين؟ نيوز ليست هات نعمل هذا ايش يا جماعه فوق كونستراكتور بابليك مين؟ نيوز ايتم ايش بتاخد؟ انت اي وانت وتي سترينج سترينج تي وسترينج البي ايش نكتب له؟ مش مشكلة انت تشوفه وينه؟ الكاتيجوري اي دي ايش يساوي؟ اي والتايتل يساوي ايش تي والبيكتشر يساوي بي ليش معطينا خطا هيك بس اسم غلط خلصنا هذه الكلاس قلت نبدا ايش يا جماعه نضيف كيف نضيف فين في اللي تحت ادمين اي دي نيو مين نيوز ايتم ايش نعطيه مثلا نقول واحد والنص وايش كمان رقم النص مثلا نص كيف نعبيهم خلينا ناخذهم انا اعبيهم بطريقه سريعه من داتابيز عندي اي حاجه ما هذه هذا هم يا جماعة ايش ضفنا فيها مجموعة اخبار رقم خبر احنا ضفنا هنا محلية رقم واحد سياسية رقم اثنين ثقافية رقم ثلاثة نقدر نقول مثلا الخبر الاول واحد واحد ثلاثة مثلا اثنين 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 واحد واحد ثلاثة واحد اثنين
هذا الخبر تابع لمين؟ القسم الأول. هذا الخبر تبع القسم الأول. هذا الخبر تبع القسم الثالث. تمام يا جماعة؟ ضفنا فقط. لا نجيب صور من عنا. هاي صور. نجيب أي أيقونات يعني مش مهم. هاي فود. يلا نجواكم بزيادة. صناعي. طيب. هاي اللي عندي هنا. وش نضيفهم؟ نضيفهم برا. والله غلب هيك اسمعهم. حط ايش ورانا، مش على فكره مش كلهم صور، حتى نقول مش كلهم صور حيغلبونا. طب خلاص خلينا نحطهم موجودات عندنا. هاي واحد مش يعني صور موجودات صح ولا لا؟ هاي اثنين ثلاثة، اثنين ثلاثة أربعة. هذي بينج. يا جماعة ايش عملنا؟ حطينا الصور صح ولا لا؟ قلت انا داتابيز ايش يا جماعة؟ جاهزة. قلت ايش ضايل؟ نعرضها وين؟ في ليست. في ليست. نيجي هنا نعمل ايش؟ نسميه نيوز كاتيجوري. مثلا ماي نيوز مثلا، او ايش نسميها صفحة؟ مين كاتيجوري. نجي نضيف فيها مين؟ ليست بوكس. ايش اسمها؟ ليست كاتيجوري. احنا اول شيء بنعمل داتابيس اللي هي الكلاس. منطق عشان نصل فيها، عشان نصل فيها. هيت ايش فيها عندنا؟ فيها حاجتين، فيها نعرض الخبر، بدناش نعرض الرقم، نعرض العنوان فقط، عنوان القسم. تكست بلوك مين؟ التكست يساوي بايندينج مع مين؟ التايتل. والفونت سايز يساوي قديش مثلا؟ 30. لا التايتل فيش فيه، وش نكتب هنا؟ نسميها بالعربي فلو دايركشن يساوي رايت تو ليفت. وش نعمل كمان؟ اخبار بلدنا مثلا. وش نسمي هنا؟ الاقسام. ونحط صفحة البدء مين؟ هذه الصفحة. يتمنى الديزاين ايش ضل نعمل؟ الكود نقول له لودد. ايش لما تفتح صفحة يعمل؟ نيوز كاتيجوري ليست. يساوي نيو كاتيجوريز ليست. وليست تبعتنا الكاتيجوري دوت ايتم سورس يساوي مين؟ الاي. قلت حيعطينا الاقسام، قسم قسمين ثلاثة. محلية، سياسية، ثقافية، نظبطهم. عشان مش يكون الاقسام خط كبير. هاي 50، وش نعمل؟ نقول له مارجن قديش؟ 20. تمام يا جماعة؟ تمام؟ هي تمام. نضغط سياسية بنفتح لنا قائمة الأخبار السياسية التابعة له. رقمها 2. لما يضغط ضغطين على الليست ايش بده يعمل؟ بنعمل كالتالي. ايش هو بضيف فيها؟ نيوز كاتيجوري. نيوز كاتيجوري اي يساوي ايش؟ نيوز كاتيجوري مين؟ الليست دوت سيلكتد ايتم. مظبوط ولا لا؟ مسج بوكس دوت شو؟ نتاكد بس. اي دوت انتايتل، نتاكد انه جابها صح ولا لا. محلية، سياسية، ثقافية، صحيح. يعني بدناش احنا يعرف، بدنا يودينا صفحة ثانية فيها الأخبار. navigation service dot navigate على وين؟ new URI
عوين مثلا حط صفحه من عندنا فيو نيوز هنرجع للصفحة عادة. صفحة عادة. أنا صفحة جديدة يودينا عليها. دوت ريلاتيف. هاي فيو نيوز ننشئ صفحة نعمل فيها لست الأخبار. آد نيو إتم نسميها إيش فيو نيوز. نضيف فيها إيش يا جماعة؟ لست. لست بوكس مين النيم يساوي لست نيوز. نحط فيها ايش في عندنا غيرهم؟ ايش عندنا التايتل والاي دي والبكتشر؟ بزلناش بزلناش خلاص بدنا نجيبها. وش نكبر خطة هذه؟ نقول له فونت سايز يساوي مثلا 30. وش نقول له مارجن 10. وهذا فوق كلها كمان نقولها مارجن 10 او 20. هذا ما عملنا قبل شوية، نحطه بس تحت المارجن. حلو. خلينا مبدئيا نجيب كل الاخبار. كل الاخبار فلو دايركشن نكتب هنا فلو دايركشن نسوي رايت تو ليفت. وش نكتب هنا؟ هنا بده يكون اسم القسم وهنا الاخبار المحلية حسب ما اخترنا. قلت حنشوف اول شيء خلينا نجيب كل الاخبار. هناخدها تستعجل زي موسى. لود تساوي نيو. هي تحت نجيب الاخبار كلها عاد بس نجيب الاخبار نكتب له نيوز ليست يساوي نيوز ليست. تمام. وليست نيوز دوت اتم سورس يساوي مين؟ ال اي. هيت اوتوماتيك هنا فقط حجيب لنا كل حتى اخترنا من اي قسم من الصفحه الاولى فتحنا الصفحه الثانيه ايش حيعمل؟ حجيب لنا كل نيوز. مظبوط. منسى لا ما كانش منتبه. الحسنات مش منتبه. أمر مش منتبه. ما كنتوش منتبهين. المثال هذا جدا مهم. شايفين يا جماعه؟ احنا قلت بدنا نجيب لنا نيوز بناء على مين؟ على اللي اخترناه من اللي قبلها. اللي اخترناه من قبله. هات بس نبعدهم هذول عن بعض. اللي بعدهم عن بعض مش حلوة. لما نقول هذا بعدين على تحت خليها نقول له بعدين على تحت ومين؟ اللي قبله يعني آخر خمسين. هذه. آخر خمسين. أول واحدة وهات نقول الثالثة. صح. خلاص هو بثبت واحدة بالتالي. بنفع نعملهم قد بعض ماشي عشان يصير شكلهم أحلى. ما فيش مطاول ولا غير ماشي. هاي يا جماعة الهاي. هاي الهاي. هنا نحط الرسم من ال ضايل لمن يختار. ضايل يا جماعه انه ايش؟ لمن يختار. كيف لمن يختار؟ كيف نبعث انه اختارنا العنصر الفلاني؟ قلنا سهل ايش بنكتب؟ مثلا اي دي يساوي مين؟ هي في الكاتيجوري الصفحه الاولى الاي دوت زائد الاي دوت مين؟ الاي دي. هيهم ها هذا هي ايوه عندنا الاي دي والهذا. نبعث على الصفحه الثانيه مين؟ الاي دوت. اقول لك بديش ابعث الاي دي بدي ابعث النيم مثلا. لا قبل ما نضيف هذا الشيء كان كل الاخبار تطلع لما نضغط على اي قسم في كاتيجوري كلهم. احنا قلت بس خلينا نجيب التايتل على اي واحده تطلع فيهم كل
كلهم ما عملناش حاجة. هكيت حاجة نقول النيم يساوي A dot main التايتل. ايش سمينا النيم؟ نيجي على صفحة عرض تفاصيل الخبر، ايش نكتب له؟ لنعرض وين يا جماعة؟ في اسم القسم، مظبوط؟ هات نعطيها اسم. النيم يساوي ايش؟ LBL التايتل او الكاتيجوري تايتل. كاتيجوري تايتل ايش نكتب له هنا؟ دوت تكست يساوي مين؟ نافيجيشن كونتكست اخذناه امبارح فاكرين؟ دوت كويس سترينج مين؟ النيم دوت سترينج. خلاص هيك بس احنا عرضنا التايتل، لسه ما جبناش الاخبار التابعه لها. لو اخترنا هي مثلا محليه ايش حيعرض لنا؟ محليه. لو اخترنا هي سياسيه بس هيكتب اسم ماشي. هو الخلف فيها مشكله، الخلف فيها مشكله، ما ينفعش نعمل الخلف، هناخذ بعدين ليش. سياسيه سياسيه تمام. كمان مره اخر واحده اللي هي مثلا لو اخترنا مش مهم، مش مهم، المهم اللوجيك. شوفوا ايش بعثنا هنا يا جماعه. النيم هات نبعث الاي دي بالمره عشان نجيب عن طريقه. ايش نكتب له هنا؟ زائد اند الاي دي يساوي مين؟ الاي دوت اي دي. هات نقراه هنا، نكتب له ايش؟ انت الاي دي مثلا يساوي مين؟ والاي دي هنا نحط. حقيقة هذا ان سترينج وهذا ايش اي دي؟ يا اما ايش هيك من غير سترينج، ايش هذا عباره عن ايش؟ اوبجكت. نكتب له هنا ايش؟ انت. خلاص والله لا سترينج، سترينج في كل الاحوال سترينج، اعتبرها سترينج، ما اعتبرها سترينج. ان دوت باز، خلاص ان دوت باز مشي مع المسجون والضار. يا جماعه جبنا الاي دي بس ضايل ايش نجيب؟ الاخبار بناء على الاي دي تبع الخبر. احنا بنفع يا جماعه نجيب بناء على العنوان مثلا، نقول وير وير التايتل يساوي مين؟ والتايتل يساوي محليه او سياسيه. بس المبرمجين ايش بيحبوا؟ يحبوش يتعاملوا في جمله البحث عن طريق مين؟ كلمات. بيحبوا يتعاملوا عن طريق ارقام، حيث القسم واحد ادق، ادق في البحث. فايش نكتب له؟ طلعوا كيف؟ حناخذ هذا بكره في الاكس ام ال دوت حتتغلبوا، حنكتبها بجمله ثانيه. فار اي شيء الاو يساوي اي فروم كي موجود في الاي حيث الكي دوت كاتيجوري اي دي يساوي يساوي الاي دي جبنا سيلكت كي. نقول هنا عرض لنا الاو. محليه جاب لنا ايش؟ اربعه. هاي يمكنهم لو شغلنا كم مره وقلنا جاب لنا ثلاثة أقل واحدة صح؟ ثلاثة فيها تنتين. طب احنا نفترض انه هذا الكلام بدنا شيء نلغيه، كيف نجيب رقمهم ثلاثة؟ ايش نعمل؟ كيف نعمل نجيب رقمهم ثلاثة؟ فور ايتش ايش فيها النيوز ايتم؟ ليش فار اي شيء موجود وين؟ في الاي. اف السي دوت كاتيجوري اي دي يساوي يساوي مين؟ ثلاثة. الاي دي يا جماعه قبل شويه جبناه فوق هيو، ايش يعمل؟ ما احنا جبناه من صفحه قبل هيو. شايف شو كان مش مصحصح معايا؟ ايش نعمل؟ ليست تبعتنا دوت ايتمز دوت اد مين؟ السي. هي هذا عباره عن ليست صح ولا لا؟ عملت عليها فور ايتش وكتبت له اذا كان الكاتيجوري تبعت العنصر الحالي اللي يساوي الاي دي اللي فوق ضيف لنا اياه. هذه الطريقه اللي احنا بنعرفها بس كتبتها بسطر طريقه ثانيه حناخذها في الاكس ام ال بكره. هي ثقافيه تمام؟ وضحت كيف هذا عباره عن ليست صح ولا لا؟ عملت عليها فور ايتش قلت له فور ايتش سي موجود في الاي اذا كان السي هذا العنصر دوت كاتيجوري اي دي يساوي يساوي الاي دي ايش يعمل؟ ضيف لنا اياه في الليست. حلو؟ ايش يا جماعه حلو ولا صعب؟ هذا يا جماعه بده ممارسه، 10 مرات تطبق المثال هذا. ممكن ايش نعمل؟ لما يفتح الخبر يفتح كمان صفحه ثانيه فيها ايش؟ تفاصيل الخبر. حط لكم اياه عادي. قول لي الهدف محطوط، ماشي يا عمو حط لكم سكر.
لا بديش اخذك، بدي تتعودوا تكتبوا الكلام يا جماعه تقليدي، بس ايش بس الفكره كيف عملنا كلاس ورسناها، عملنا كلاس واحده ايتم وعملنا ليست منها، وعملنا كلاس ثانيه وعملنا ليست، وجبنا صفحه اولى وصفحه ثانيه. اي سؤال يا جماعه في الكلام تبع اليوم؟ حد حب يطبق؟ لا غير ابو خليل، حد حب يطبق؟ حد يا جماعه فيش غله، قول ابدا طبق. قول يا جماعه ما انسى لقيت حابين، ما بدي اعطيكم وقت بدكم مش تطبقوا، بعطيكم موضوع ثاني بضبط زيت، موضوع اصعب. يلا كوم في البيت. لو مين حد يطبق واحد بس؟ طيب نختم اليوم في موضوع اللينك ان شاء الله، يا بنكمل هين يا اما بنعمل لست ثانيه. خلينا نكمل هين. هيك شفنا يا جماعه كيف جبنا النيوز، وينها هذه الصفحه؟ ايش عملنا؟ عملناها بالصيغه هذه عشان نجيب ايش حسب الاي دي. تمام. في صيغه افضل من هيك مايكروسوفت طورتها عشان احنا نعمل استعلامات على الليست، يعني احنا نجيب اشي من الليست بدل مثل هذه الصيغه، في صيغه افضل. ركزوا معايا، قلت ما احنا شغلنا هيك مثلا محلية، بنجيب لنا ايش؟ المحلية، حلو؟ طلعوا. فعليا احنا عندنا ليست كبيرة، هذه هي، بدنا نقتطع منها ايش؟ مجموعة بناء على شرط، نكتب له كالتالي. نعمل فار أي شيء، مثلا دوا يساوي، بعمل متغير من عندي كمان، هاي قلت حشي من عندي، فروم من عندي أي شيء. هذا موجود وين؟ في الليست تبعت، ايش اسم الليست؟ ايه خلص، هيت بكتب الشرط تبعي حيث وير مين، فكنا ممكن نكتب var a var c، كتبنا هي فروم كي، هي الكي وير كي دوت، شايفين هي بتربطها عند الكي، هي عباره عن ايش؟ عن عنصر موجود وين؟ في الليست تبعتي. الاي دي البكتشر تايتل، وير الاي دي يساوي يساوي مين؟ الاي دي اللي فوق. نفس هي نفسها، بكتب ايش بعديها؟ سلكت، لازم اكتب سلكت رجع لي الفار تبعي. خلاص. هيك بعمل داتا بايند عليها. ليست نيوز دوت داتا سو ايتم سورس، ايتم سورس يساوي مين؟ دوا. هنعيد مره 210 عليها هذه. بس شوف هذه تغنى عن هذا كله الهبل. مين كتب السؤال قبل هيك استعلامات؟ مفترض تكون يعني تعون الاي تي السؤال هذا عندهم دارج استعلام عادي. طيب نعيدها كم مره، تكتب كم مره. بدنا نجيب يا جماعه الاي دي تبعهم اكبر من واحد، بلاش نجيب حسب الاي دي اكبر من واحد. فار اي حاجه يساوي، بلاش هيها قول مثلا نكتب عشان نحددهم، يساوي فروم اي متغير من عندي موجود وين؟ في الليست تبعتي. في يا جماعه ما كتبناش وير، كتبنا سلكت كي، جبنا كل العناصر، قلت له جيب لي كل العناصر من غير شرط. نحط كونديشن، نحط الكونديشن بعد الايه؟ وير الكي دوت اي دي كاتيجوري اكبر من ايش؟ من واحد مثلا، جيب لنا اثنين وثلاثه. هاي هات نعلمها، هات نكتب كمان كونديشن ثاني. فار اقول لكم هات نشوف ايش في عندنا هنا نيوز. بيبدا بحرف الهمز الالف، تمام؟ var all مثلا يساوي from k موجود وين؟ في الـ a، حيث الـ k دوت التايتل دوت ستارتس ود مين؟ الالف فيها. select مين؟ الـ k لازم. ممتاز. list news دوت item source مين؟ الاول هيجيب لنا فقط اللي بده بحرف مين؟ الالف. حتى اخترنا محليه ما لوش دخل، احنا الشرط حسب الالف. البدء افتتاح ايوه بدنا نطلع، اه لانه احنا ما حطيناش شرط. ممكن نكتب، ها نكتب اند اند ايش؟ الكي دوت كاتيجوري اي دي
يساوي يساوي الاي دي دي تبعنا الاي دي نقعد شغل بيبدا بحرف الالف والاي دي تبعه كذا اند ينفع نكتب اند واول تمام محليه يبدو اثنين في المحليه هات نتاكد لو فتحنا واحد ثاني ممتاز طيب نكتب كمان واحده أنت عشان نكتب شرطين يصير بيبدا بحرف الالف والكاتيجوري يساوي الكاتيجوري طيب var اي شيء يساوي from كي موجود وين في ال a where ال k dot مثلا id يساوي مثلا يقبل قسمة على 3 تمام طيب عشان ما نخربش الدنيا هنا هنعمل بروجكت جديد ونرجع لايام الماضي السعيد الكونسول لينك كلاس مين بيرسون ليش عملت هيك قبل شوي اشتغل واحد بوب تاب تاب مين string name بوب تاب تاب انت مين الايج مثلا او الايج طيب ايش نكتب هنا list of mean person b يساوي new person list of person نضيف فيهم قيم new person النيم يساوي عبد الله والايج يساوي 25 مثلا هاي الاولاني هاي الثاني نيو بيرسون يلا عشان عندنا ابراهيم موجود نضيف ابراهيم شخص على السلم ابراهيم نسينا نحط ايكوال كونستركت بريح صح؟ عملنا كونستركت كان رايح يساوي ايش؟ اخر واحدة نيو بيرسون ال النيم يساوي امل والايج يساوي ايش 50 ونحط هنا اسم الكولون هات نعمل عليها قلت هذا ايش يا جماعه لينك جمله لينك هذا قلت هذا بس تعريف الليست شايفين هي عندي لقيت نهايتها معي هذا الليست فار اي شيء هذه وهذه في نفس السكوب فهذه بتشوف هذا وهذه بتشوف هذه تمام ليست نسميها ليست او ال اي عشان ما نتوهش نكتب له var اي شيء موجود وين يساوي from k موجود وين في ال i من غير ما نكتب وين ايش حيطلع لنا قلنا كلهم select k نكتب له for each var اي شيء موجود وين في ال a ايش يطبع لنا ال u dot ايش تنسوش في حاجتين في خطا في قوس مش مسكر هذه الكلاس في قوس مش مسكر عبد الله ابراهيم امل هات نجيب الدوت بحرف الاي وير كي دوت نيم دوت ستارتس وود ايش عبد الله امل لا بدنا نطبع حقيقتها قلت حنكتب هذه مباشره في فور ايتش طيب يا جماعه طيب يا جماعه هذه كلها دوت فاكرين سكيب انسان ايش انسان اول واحد يقولنا سكيب انسى مش عبد الله عمال ممكن نقول له ايش تيك مثلا
واحد خذ لنا فقط واحد منهم. احنا وعندنا احنا مثلا كمان واحد تاتي نقول هنا مثلا مثلا ايش واحد في مثلا احمد اقول له خذ لي ايش يا جماعه اول اثنين حاخذ لي مين عبد الله وعمر عبد الله وعمر احنا قلنا الاول فيه يبدا حرف الاي خذ اثنين طب سكب اثنين سكب واحد حياخذ لنا مين حينسى الواحد ياخذ عمل عمل واحمد عمل واحمد عمل واحمد طيب نكمل يلا نظنكم حميانين طلعوا ايش في كمان دوال var a يساوي from k موجود وين في ال i و خلاص من غير select k تمام نقزوا معايا بنفع هادي هيجيتها ايش بترجحهم كله بنفع هنا احط قوسين زي هيك واقول له دوت تيك من هنا فاهمين يا جماعه تيك واحد كلها هادي المرجع من هنا حط لي منها واحد فور ايتش فار الاي موجود وين في الاي ايش يعمل نكتب له فور ايتش بنعرض عنصر عنصر فيها عنصر عنصر هي تركزوا معايا يا جماعه ركزوا معايا ليش حطينا فار ايش نوعها ايش نوع هاي اي انوموبل اوف بيرسون يعني بينفع نكتب زي هيك هي فعليا بتكتب ايش هي فيها ليس بيرسون لازم اكتب اي انوموبل اوف مين بيرسون بس انا عشان اريح راسي مكتب زي هيك ايش بعمل ماشي مش ايش ايش فعليا هي فعليا كانها هيك بس انا عشان ما اقولش اكتب زي هيك بكتب فار بنفع اقول هن دوت تو ليست دوت تو ليست ايش بتصير ليست اوف ليست اوف مين ولك ايش بطلع هيك ليست اوف بيرسون هيك بصير ليست اوف بيرسون واضح؟ هي ليست اوف بيرسون بس انا عشان اريح راسي لو كتبت حتى فار ايش بعمل؟ افهم انها ليست اوف كذا دوت ليست بترجع ليست اوف كذا تذكير اللي بعده اي طيب فار اي قيمه اول مثلا كمان مره يساوي فروم كي موجود في مين؟ في ال اي سيلكت كي ايوه منسى بدي اسمع صوتك طيب يا جماعة دوت اوردر باي او بلاش بديش دوت هيها نكملها ان ال اي اوردر باي كي دوت ايج خلاص مش بدنا اياهم ايش يا جماعة مرتبين حسب العمر للتأكيد من اصغر واحد عبد الله ابراهيم عمل نحط احمد اصغر نحط احمد اصغر واحد for each var اي شيء موجود وين في الاول ايش يعمل او دوت خلينا النيم احنا بس شفناهم احنا حيطلع لنا مين احمد اول واحد احمد عبد الله ابراهيم عمل طيب تنازلي اوردر باي ايج اي دي ديسندنج في سترنج بس ما كنا محجوزه طبعا ازرق ايش معناته؟ محجوزه ايش حجب لنا احمد اخر واحد فعليا احنا ما كتبناش السندنج ايش هو فعليا بيعمل؟ السندنج باي ديفولت السندنج باي ديفولت السندنج هذا تبع الكمبيوتر دارجه عندهم باي ديفولت السندنج دائما هاي كمان واحده نعلمها طيب يا جماعه انا بدي اجيب نفترض انه العمر هو الاي دي كم واحد بكون الاي دي تبعه مثلا خمسه واحد
لما نجيب حسب الاي دي دائما يكون اي دي فريد. اذا اجيب واحد فقط مثلا بدي اقول له الاي دي العمر 50 كمان بدي اكتبها كمان مره var مثلا all يساوي from k موجود وين؟ ال li dot li where ال k dot age يساوي ايش 50. حكيت ايش حيرجع لي هنا يا جماعه؟ ليست في النهاية هو بفهمش خمسة بفهم ليست. بقول انا رجع لي واحد انا متاكد انه فيش هذا واحد دوت فيرست اور ديفولت. ايش نوع الاول هلقيتها؟ نسينا اكتب ايش؟ سلكت كي. ايش نوع الاول؟ الاول؟ بيرسون. هي فعليا من غيرها برجع ليست اوف بيرسون او انا مرب اوف بيرسون. هيك رجعنا واحد ايش حيكون نوعه؟ بيرسون. التاكيد ايش حاطين عليه؟ بيرسون اول. لو كتبنا كونسول دوت رايت لاين مين؟ اول دوت هاي جاب لنا ايش مثلا نطبع لنا؟ ما ينفعش نعمل عليها فور ايتش لان هي كونسول واحد في النهايه مش ليست. حددنا فورس اوف ديفولت بترجع واحد. فيرست اوف ديفولت هي الصح نكتب فيرست بس بصير تعمل مشاكل. اخسرت عليكم ما شرحت لكم ايش الفرق بينهم بين فيرست اوف ديفولت قلت لكم ايش فيرست. نعطي كمان واحده ومثال ثاني ونخلص. طيب دائما لازم اعقدها في الاخر. فار اي شيء هاي مش مهندس لو كان بس في كذا عمر ممكن نعمل فار ايش اوكي لا فورس اوف ديفولت اوتوماتيك بس ترجع واحد ما ان شاء الله 100 او واحد ترجع واحد فورس اوف ترجع واحد. فار اول كمان مره نسكن نعطل هذه يساوي فروم كي موجود وين؟ في ال اي ما يفرض كتبنا وين؟ انا يا جماعه الداتابيز عندي فيها 30 حقل انا بلزمني اجيب اسمهم بس اسمهم ما بلزمنيش اجيب ايش؟ الاسم والعمر والاي دي والدوله. طيب يا جماعه ايش بكتب؟ سيلكت حقيقه حتعرف كي كي بجيبهم ايش كلهم؟ كي دوت النيم النيم ما كتبناش كي دوت سيلكت كله ايش كنا نكتب؟ سيلكت كي سيلكت كي حقيقه الاول ايش نوعها؟ ليست اوف ايش؟ ايش نوع النيم؟ اذا ليست اوف مين؟ لا يا جماعه بلاش تحذير ليست اوف ايش؟ ليست اوف سترينج. النيم عباره عن ايش؟ سترينج. فقلت له جيب لي فقط ليست منهم النيم اللي هو سترينج حتكون ايش؟ هي طلعوا ايش؟ اي انومال اوف سترينج. يعني الفرق لما احنا استدعينا بيرسون واخذنا منه النيم. الله ينور عليك. هنا بس قلنا له بس النيم النيم فور ايتش فار سي موجود وين؟ في الاول. ايش يعمل؟ كونسول دوت رايت لاين ايش؟ سي دوت ايش؟ صح سي فش في اذا هي سترينج في النهايه فش تمام بدي اكيد هي يلا هي بدي اصل له كمان مره. طيب يا جماعه بدي اسخك عقدها. انا مثلا بدي اقول سيلكت الكي دوت نيم فاصله الكي ما ينفعش نكتب زي هيك سيلكت طلعوا نيو نفترض ان عندنا خمس قيم ناخذ تنتين منهم احنا في الشيء عندنا تنتين صار عندنا خمس سيلكت نيو طلع ايش بكتب؟ كي دوت نيم فاصله كي دوت ايج لا مش حاخذها بيرسون. فكنا قبل مين كتبنا كلاس عرفناها في سطر واحد فاكرين؟ قلت لكم احتزامنا بكره هيت هذا بعتبره كلاس جديد بعتبره كلاس جديد مش معرف ولا ايش اسمه انانيمس كلاس كلاس مجهول. حط المؤشر على الاول ايش بعتبرها؟ بحطها من عنده متغير من عنده انانيمس متغير مش فيش كلاس زي هيك في هذه الخلتين تمام بس للعلم هذا هو فور ايتش باسي ان اوردر تطلع لي ايش؟ سي دوت النيم هي في عشان ما تتلخبطوا عشان نضيف كمان واحده هاي الاي دي حلو هيك هيك بطلت هذه زي هذه صح ولا لا؟ هيك لو كتبنا من غير هيك سيلكت ايش حيكون نوعها؟ بيرسون والدليل حتسيب لي السي النيم والايج والاي دي حلو؟ بس عملنا زي ما قال شو عملت؟ حجيب فقط السي دوت نيم والسي دوت اي دي
ايج ايج تجيب لي النيم والايج. هذا نوع 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 جديد هو انشئه فخط مداهنة فيش كلاس موجودة مسبقا صح هذا الكلام بس في نفسه هذه هيك كلاس جديدة تعتبر كلاس جديدة فيش كلاس ان فيها الكيدو 2 والكيدو ايج فقط 2 تعتبر كلاس جديدة والدليل هذا اكتبه من عندي التايتل يساوي الكيدو 2 شايفين هيك تبطى في حسب الكيدو 2 صح ايش اسمها تايتل ها السيدو التايتل احيانا بتزمني انا عندي داتابيس فيها 30 حقل بكره هناخد بتزمني اجيب فقط عنصرين منكم في الصفحه اللي انا فيها اجيب عنصر الصفحه دي اجيب كم عنصر فبديش اجيب اعمل سلكت اخزن في الذاكره قد ايه بقول اجيب ايش عنصرين منهم لما اجيب عنصر ايش بعتبره نوع جديد مش اجيب عنصر فبعتبره كلاس جديده حكيت لك قبل مين انه مخه قاصر لازم يتعامل مع كل شيء انها كلاس فاوتوماتيك في الخفاء ايش بيعمل؟ بيعمل كلاس من عنده ما هو اسمها ايه وبسلو فيها القيم. بينفع اكتبه زي هيك فاصلة كي نفسها ايش بتصير؟ بتصير كل بتصير فيها السي دوت الايج والكي والتايتل كتبت كي دوت وضحت؟ كل واحدة لها استخدام بكره بنكتب هاتريكس معين لما نعمل عليه سلك مثلا نجيب حسب الاي دي تبع الديود بدل ما اقعد اكتب زي هيك فور واغلب حالي وفي الاي دي وكذا بكتب مباشره خطه واحده انا يعني مش مهندس شبه كلاس لو فرضنا انه فيها غير الايج والنيم في مثلا ادرس وفي انا بدي الايج اجيب والنيم ليش اجيبهم كلهم اقول له سلكت الكي سلكت الكي بجيب كل العناصر مشكله باخذ مساحه كبيره في الذاكره فاحنا بنجيب بس اللي بدنا اياه النيو ايوه نوع جديد سلكت نيو نوع جديد من عندي في هذا العنصر انا سميته بديش يرجع لي اسم هالنيم انا اقول له سمي لي النيم التايتل والايش ايش يسمي لي اياه اقول لك بلاش الكي مين اتم يساوي الكي اكيد ايش حيكون هنا بدل كي دوت مين اتم دوت النيم مثلا وانا ممكن ما احطش النيم اه بس بقول لكم كمثال بضل علينا المره الجايه بكره مش هناخد اللينك عشان تروحوا تضلكم مبسوطين بكره هناخد شيء ثاني ويوم السبت هناخد اللينك عشان الاكس ام ال بضل علينا نعمل زي ما قال حسنات هذا كلام وين نكتبه؟ نكتبه هنا هاي مثال عشان تصحوا فيه ايش كنا نعرف هنا فوق يا جماعه؟ كي وايش نقول؟ وير الكي يساوي كذا صح؟ هذا هي فور ايتش فار السي موجود وين؟ في الليست تبعتي. اه دوت وير كنا نكتب الكي حيث الكي دوت قال الكي الان عرفت الان انا الان دوت الاي دي او النيم دوت ستارتس ود ايش؟ ايه خلصنا. خلص جملة واحدة اسمها لامدا اكسبريشن اذا حد حب ما جاش حلنا اياها ححبه كثير لامدا اكسبريشن قلت حكتب لكم اياها السي دوت النيم من جابت الان انا من عندي مش كنت اكتب فروم كي هاي ها هاي ها كنت اكتب فروم كي ان ال اي وير الكي دوت نيم هاي ها الكي مره مرتين مكرر هاي ها هاي بلاش انت كي وكي دالة في الكي حيث الكي دوت نيم يساوي كذا عبد الله امل احمد هذا اسمه اذا حد حاب يشرح لنا اياها يثبت لنا انه ايش؟ لامدا اكسبريشن ان لينك اسمها لامدا بس طوروها في اللينك